مساء الخير على كل جمهورنا الحبيب وكل متابعينا، متابعين كابتن هاجر مهران وبرنامج استوديو الحياه وقناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم استوديو الحياه، معكم هاجر مهران. يتجدد بنا اللقاء مع مجموعه من داخل قطاع الناشئين بنادي اهل الضبعه، معانا مجموعه مميزه طبعا حبينا ان احنا نلقي الضوء عليهم. معانا نجم الفريق وكابتن الفريق عبد الرحمن السيد، مواليد 2003، المساعد من 2003 الى الفيرست تيم فريق اول. اهلا وسهلا بك، نورتنا داخل برنامج استوديو الحياه. ومعانا احنا بنقول بقى بالترتيب طبعا ماشي، معانا النجم الكبير الحاوي، نجم اهل الضبعه مواليد 2005، نورتنا حاوي داخل برنامج استوديو الحياه. معانا الحارس المرمى العملاق سابق سنه، بيلعب برضه 2005، بيلعب مع فريست تيم، عمر، انا مسميه عمر الشناوي. اهلا وسهلا بك يا عمر، اخبارك ايه؟ نورتنا. معانا النجم الجميل مصطفى قفشه، طبعا منور برنامج استوديو الحياه. طبعا نورتوني وشرفتوني، ومبسوطه جدا ان انا طبعا جبتكم هنا داخل برنامج استوديو الحياه. طبعا انتوا عشان لعيبه سوبر ولعيبه ممتازه، فلازم تمام لازم نلقي الضوء عليه داخل برنامج استوديو الحياه. تمام كده. معانا النجم عبد الرحمن السيد الشهير بقشطاوي، عايزك سريعا بقى تقول لي ازاي ابتديت كوره ومين لمح فيك الموضوع. السؤال ده للكل طبعا ماشي. تمام كده، احنا عايزين بقى نفك كده القعده وبنتكلم براحتنا. مين اللي لمح فيك الموهبه بتاعت الكرويه، ومين اللي لماها، ومين اللي وقف جنبك؟ فاحكي لي القصه من البدايه. عبد الرحمن السيد، كان والدي من 6 سنين. تمام. من 6 سنين ابتديت ازاي يعني؟ احكي لي، او هو لمح فيك ازاي الموهبه دي؟ كان قدام البيت عندنا، كنت بلعب كوره، فهو خدني وداني النادي المدرب وكده، وكان في بدايه ان انا العب في نوادي، كان في النصر للتصدير. تمام. في القاهره، وبعد كده لعبت زمالك وعرب الرمل، وبعد كده اهل الضبعه فارس، وبعد كده اهل الضبعه والنصر. وعلي صوتك شويه يا عبد الرحمن. والنصر والنصر النصر كنت في النصر للتعدين، وبعد كده فارس، وبعد كده اهل الضبعه. طيب النجم برضه مصطفى، ابتديت ازاي ومين لمح فيك الموهبه دي؟ بابا وداني النادي، و يعني مثلا بابا وداني ابتديت ازاي؟ وداك اول نادي رحته، او اول اكاديميه اتعلمت فيها؟ لو رحت استاد بلدنا، وانا رحت شرق الدخان، وبعد جيت لنادي اهل الضبعه. مبسوط معانا في نادي اهل الضبعه؟ بس هي دي قصه، مفيش اي موضوع كده مثلا بابا لفت نظره فيك حاجه قال لك لا لازم اجري عليه ولازم انمي الموهبه دي؟ مفيش الحاجات دي؟ اكتشفك ازاي طيب؟ ما تتكلم. يعني اكتشفك ازاي؟ يعني لمح فيك ازاي ان انت لاعب كوره؟ عملتي ايه قدامه؟ لعبت في الشارع؟ لعبت مع اصحابك كده؟ لعبت في الشارع، بعدين رحت الاستبلاد وشافني، بعدها وداني لنادي شرق الدخان، وبعدين رحت. مركزك ايه في الملعب يا عبد الرحمن؟ انا اساسي ديفندر. ديفندر بس بلعب ديفندر وسيرد باك. تمام. وانت مركزك ايه؟ هجوم. معانا النجم الجميل الحارس الجميل عمرو الشناوي، عمرو ولا عمر عشان انا اتلخبط في الاسم؟ عمرو طبعا منورنا يا عمرو. احكي لي برضه قصتك جت ازاي، وعايزه بالراحه، انا عايزه اسمع قصه. ليه؟ عشان في ناس بتسمعنا دلوقتي فعايزين برضه يتعلموا. انا كابتن وانا صغير كنت بشوف ناس اكبر مني تلعب كوره وساعات، فانا كنت ببص للكوره وكده، انا حبيت حاجه اسمها كوره. رحت مدرسة، دخلت مدرسة، الكابتن عمل لنا دورة، وتعلمت واحدة واحدة لغاية ما ربنا كرمني، رحت أكاديمية، كنت بلعب في أكاديمية اسمها المقاصة. تمام. في كابتن كان من نادي إنبي. تمام. الكابتن ده شافني قال لي اسمك إيه؟ قلت له عمرو محمود عبد الهادي. قال لي أنت جون؟ قلت له أيوه كابتن أجون. قال لي أصل أنا كنت متابعك من أول التمرين. دم. وانا شفتك حارس بسم الله ما شاء الله عليك. قال لي انا هوديك انبي. تمام. انا فرحت الصراحه، فرحت وكده. جيت اللي انا عشان اروح انبي في الوباء اللي طلع ده، كورونا. فانا خفت، انا ما رضيتش اروح. فساعتها بابا خاف عليا، قال لي ما تروحش وكده. قعدت برضو اتعب واجاهد، وفي ناس قالت انت مش تقلع حاجه، وانا قلت اللي مع ربنا ما بيغلبش. طبعا وانا فضلت اكمل لغايه ما جبت مع كابتن احمد مهران نادي اهل الضبعه، نادي كبير، وباذن الله يعني هيبقى لنا مستقبل.
ان شاء الله ان شاء الله. النجم الجميل محمد الحاوي، ابتديت الكوره ازاي وعايزاك انت ليه هركز معاك انت عشان خاطر انا عارفه ان انت من وانت صغير وانت عندك طموح ان انت تبقى لاعب كره قدم، فاحكي لي القصه بالتفصيل. اول انا كنت بلعب كوره في الشارع، فوالدتي كانت بتبص على من فوق فشافتني انا بلعب فخدتني وديتني نادي كابتن للفضل عليه اسمه كابتن محمد ربيع، علمني الكوره من وانا عندي يعني والدتك هي اللي اكتشفت فيك الموضوع. تحيه كبيره لوالده محمد الحيوان. فابتدى بقى من وانا عندي 7 سنين واقف جنبي اتمرني. فجي بقى ايه ابويا دخلت في مشوار ابويا بقى ايه اللي انا بعرف العب كوره بتاع، فوقف جنبي بقى ووداني رمله ووداني ملعب علمني حاجات كتير. فجيت بقى وداني مدرب باباك مدرب حراس مرمى صح؟ فجي بقى وداني بابا بترول اسيوط، لعبت فيه ما ارتحتش فيه فمشيت، رحت برضو نادي عندنا اسمه نادي حلوان لعبت فيه برضو مش اللي هو تمام مش راحه يعني. فجيت كابتن اسمه احمد بحراوي جابنا عند حضرتك الفارس الاول، فحسيت بجديه يعني وتعب اللي انتوا بتتعبوا معانا، ارتحت في المكان. بعدين بقى رحنا اهل الضبع. وبعد كده لما حصل الدمج بقى ايه رايك لما عملت الدمج خلينا بدل فورس الاهل الضبع؟ ايوه حاجه كبيره طبعا، دمج حلو. ايه رايك في المجهود اللي احنا بنعمله داخل القطاع؟ عجبك؟ مختلف عن بقيه القطاعات؟ انا مرتاح. وانت برضه يا عمر مختلف عن بقيه القطاعات القطاع بتاعنا نادي اهل الضبع؟ لا والله يا كابتن، هو انا شايف كابتن اجر مهران وكابتن احمد مهران بيتعبوا معانا عشان يخلونا نبقى حاجه، واحنا لازم نتعب معاهم زي ما هم ما بيتعبوا معانا ويدونا حقنا، احنا نتعب معاهم ونديهم حقهم. صح كده. برضو هتقول لي انت يعني مبسوط معانا داخل قطاع الناشئين، ايه الحاجات الكويسه اللي انت شفتها داخل القطاع وما لقيتهاش بره؟ يعني انت طبعا معايا لعيب قديم معايا كذا موسم نصر التعدين وبقيت معايا في فورس وبعد كده الاهلي الضبع، فاحكي لي طبعا يعني ايه، انت طبعا رحت انديه قبل كده، فطبعا قول لي ايه الاختلاف اللي انت شفته بره ولقيته عندنا احسن من بره بكتير. الاختلاف ان حضرتك بتبقى واقفه مع اللعيبه وكابتن احمد مهران بيبقى واقف مع اللعيبه برضو بيدوهم دفعه ان ايه عايز تبقى حاجه وبتعمل عشانهم حاجات كتير، وبرضو كابتن احمد مهران نفس النظام، واللعيبه كلها قلبها على قلب بعض ما فيش حد بيفرق بين التاني. دي عجبتني برضو في النادي في النادي الاهلي، ودي حببتني في النادي واللي جوه النادي، وان شاء الله احنا بنلعب على الصعود باذن الله. ان شاء الله النادي بتاعنا هيصعد باذن الله وناخد نبقى درجه ثالثه باذن الله وانتم معانا. وطبعا انت شفت اللي احنا مصعدين مجموعه كبيره من الناشئين للفريست تيم، فطبعا ما فيش حد بيعمل كده الا اقله في الانديه صح؟ فاحنا كل واحد معانا بنديله حقه عشان خاطر معلش انت جاي عشان تبقى لاعب كوره. فيعني في ناس تتكلم على الاستثمار والناس دي ما بتعملش حاجه، لا احنا بنعمل لاعب كره قدم هو 2003 مصعد فريستيم فريق اول وغيره وغيره وغيره. احنا طبعا بنستعرض صور ايه برضو بتاعتكم، بنستعرض صور ايه يا مصطفى؟ مصطفى بص اهو بنستعرض صور تمام. الصور بتاعتكم جميله طبعا، دي هتبقى ذكريات ليكم بعد كده وجميله والله. الصور دي واحنا كنا فين؟ ماتش المنتخب السوداني. ايوه مصطفى قفشه اهو نجم شطوي صح؟ شطوي نجم جميل بجد يا جماعه، بجد محترم وعارف يعني ايه مسيره كرويه جميلة. النجم خالد ياسر والحارس عمرو الشناوي، وهنا مين؟ كنا برضو في منتخب صح؟ ماتش حلوان. ماتش حلوان انت نسيت وحطيت لي الكارنيه بتاعي طبعا وانا واقفه ساعه قطع فرص وانا واقفه في وسط التدريب. معانا برضو اسواني نجم جميل جدا مع محمد الحاوي. ايوه احنا في المعسكر صح؟ صور جميله وذكريات جميله والله. معانا بقى النجم الجميل مروان، مروان ولا اسمه ايه؟ يونس. يونس جميل جميل يونس ده يا جماعه اخو مصطفى قفشه. لا ابن اختك؟ طيب ابن اخته. المهم بقى كلمني يا مصطفى كده، يلا مصطفى كلمني برضو ايه الاختلاف اللي انت شفته عندنا وما لقيتوش بره؟ شفت تدريب احلى من النوادي التانيه، وشفت لعيبه حلوه، وشفت احنا بنبدا ارتحت معانا
ايه رايك الروح معانا حلوه صح؟ الماتشات اللي احنا بنعملها على طول الحمد لله بنكسب صح؟ مش انت بتتمنى ان انت تبقى في فريق دايما ناجح؟ يعني مبسوط معانا ولقيت اختلاف صح عن الانديه؟ مبسوط ولقيت اختلاف. طيب عايزين بقى نفك القعده شويه هنستدعي بس النجم شيتوس طبعا هو كان عامل لكم مفاجاه النهارده طبعا انتم ما عرفتوش الا على البوابه بره صح؟ ان هو جاي عايز برضو ايه يديلكم كده كم مقطع كده ماشي؟ معانا النجم شيتوس مصر نجم المهرجانات مهرجان طبعا ازيك عامل ايه؟ سلم على زمايلك منور الدنيا يا شيتوس ايه رايكم في المفاجاه دي؟ مفاجاه حلوه مفاجاه حلوه والله كان ماشي يا شيتوس هتسمعنا ايه النهارده؟ طبعا نجم شيتوس خلال ايام ان شاء الله المهرجان بتاعه الثاني نازل داخل الاسواق ان شاء الله بامر الله نشوفك ان شاء الله كده زي مين عايز يعني تبقى زي مين كده في المطربين؟ يعني زي ناس كتير يعني بس انا عايزه ابقى نفسي اتكلم في المايك يا شيتوس انا عايزه ابقى نفسي مش حد يعني تمام هتسمعنا ايه بقى النهارده؟ حته كده من استرها علينا يا رب ماشي تعال اقف جنبي كده يا حبيبي يلا استرها علينا يا رب ده احنا اتملينا غباء اسافل ونقص وكده هو مصلحة ونفاق هو بقينا ليه بنحب نقطع الأرزاق ده الرزق مش على حد ده الرزق على الخلاق طب مقطع تاني بقى كده نسقف برضو لشيتوس يا جماعه نسقف لشيتوس يلا شيتوس مصر يوسف سعيد مش يلا شيتوس يلا يا حبيبي كمل يلا يلا كم مقطع كده سيب التليفون كده يلا كم مقطع كده يلا بتاعت رضا البحراوي ابتديت ابني يا صافي وقلبي طيب تمعوا فيا عملت خير في ناس كتير للأسف هلبوا عليا هلبوا عليا كان كل حلمي أعيش طمعا في الأم تعيش مع ناس ما رحمتنيش ظلموني ولعبوا بيا عمري ما فكرت اخون كل هم اخلص واسون عمري ما فكرت اخون كل هم اخلص واسون يلا عندي قوة يلا يلا مش حافظ يلا لا حافظ يلا يلا الحتة دي يلا بسرعة عشان وقت البداية عندي قوة ألف راجل بس طيب ما افتريش موتوا في الجدع شغلوا بالي بالطمع خلاص كده مش نشكرك يا شيتوس ميرسي ميرسي وان شاء الله تبقى نجم كبير ان شاء الله زي رضا البحراوي واحمد عدويه وعبد الباسط باذن الله طبعا في تدريبات لصوتك تعالى طيب جاي انت مشيت على طول في تدريبات لسه بيتدرب وان شاء الله ننتظره باقوى المهرجانات باذن الله نرجع بقى المجموعة بتاعتنا تاني النهاردة طبعا عايزة كل واحد يقول لي يتمنى مين أمنية واحد يكون في مكانه دلوقتي تمام أمنية مين يبقى في مكانك دلوقتي النجم عبد الرحمن تتمناه لمين يعني أصحابك إخواتك كل أي حد اللي انت بتحبه عندك شخصين شخصين يعني لا ما في كتير طيب تمام اذكر بقى يلا ما اعتبر اسمه ايه؟ في اللي هو معايا في النادي يعني باي اي حد اللي جه على بالك شوف معايا محمد المنياوي مع اخويا برضه وعباس وعباس تتمنى مين كان يبقى في مكانك برضه دلوقتي؟ زمايلك مالكش اصحاب؟ لا ليا مالكش اخ طيب قول سؤال مش صعب يعني
مش عارف اختار مين. طب يفكر وانا ارجع لك. حيوي تتمنى مين يبقى في مكانك دلوقتي؟ في ناس كتيره كابتن حبايبي. طيب قول كده عايزين اسمين كده عشان نشوف الناس المفضله تجاه النجم الحيوي. طبعا احب اكون والدي مكاني واخويا اللي هي خمسه. احنا بنقول من صحابك. اخ واحد صحابي. مش هسيب بابا دلوقتي. اه اخ واحد صحابي يعني صحابك. اه طبعا اخويا وشا احب يبقى مكاني دلوقتي. و في ناس كتير حبايبي. اه اخويا علي برضه. ماشي تمام. انت برضه تقول لي مين كان يبقى في مكانك تتمنى ان هو يبقى في مكانك دلوقتي؟ والله يا كوتش هم كلهم حبايبي بس انا اتمنى هو ابراهيم. ابراهيم الجول. ابراهيم الشناوي. الشناوي. كلهم شناوي عندنا. بس هو انا لاحظتها فيه كتير. بيجي من هم كلهم بيجوا من اخر الدنيا. اللي بيجي من سوهاج من اسيوط. احنا القطاع كله بتاعنا من المنيا. هو بيجي يعني من اخر الدنيا بيتعب وبيجاهد. انا لاحظتها فيه في التمرين اللي هو بيجاهد ويتعب زي وكده عشان يوصل. طبعا وربنا قال له لكل مجتهد نصيب. صح. كل مجتهد له نصيب. صح. احنا دلوقتي عندنا فقره كلام من القلب. تمام. تحب دلوقتي وانت قاعد في المكان ده بتهدي لمين كلمه بحبك وميرسي ان انت وقفت جنبي من خلال البرنامج؟ ابويا. تمام. ابويا وامي واهلي واصحابي. و ليه وقفوا جنبي يعني ما سابونيش في حاجه. كلهم يعني واقفين جنبي ويشجعوني على اي حاجه انا بعوزها. يعني بيقفوا معايا في كل حاجه انا عايزها. طب قول لهم بقى ميرسي ليك يا بابا. ميرسي ليك يا ماما. يلا كلمه كده ليهم. انا بشكر طبعا ابويا واهلي واصحابي انهم واقفين جنبي ومش سايبيني في اي حاجه. وربنا يخليكم ليا. يلا رساله كده كلام من القلب برضو كلمه كده توجهها. كلمه بحبك لمين؟ لابويا. نحاول طبعا الوالد اللي فضل عليا برضه اوجه له الكلمه دي ومامته برضه. هو ابويا وامي واخويا دول ربنا واخواتي هم كلهم لهم الخير عليا وربنا خلوهم ليا. وبحب برضه اشكر امي وابويا. تمام. في اي حاجه عايزين تقولوها في الحلقه؟ في ظلم قابلكم؟ في اي حاجه عايزين تقولوها قبل ما نختم؟ احنا معانا طبعا يا 7 دقائق 10 دقائق. احنا معانا كام وقت يا مخرجنا؟ الو 7 دقائق. في اي حاجه عايزين من خلال البرنامج يعني توجهوها للمسؤولين؟ ماشي تمام. لا انا لسه انا هتكلم في حاجات كده في الاخر يعني. في ظلم في الكوره. الظلم في مجال الكوره ده بيقعد لعيبه كتير قوي. انا صح. من ضمن الناس كنت هقعد بسبب ظلم الكوره واسطه كده. بس لما اتجهت عندنا في القطاع لقيت غير كده. ان احنا الحمد لله احنا طبعا بنعمل اللي علينا. بس في لعيبه برضو اللي هو لاعب الكوره اللي هو مش ملتزم ده بيتعبنا شويه. انما لاعب الكوره اللي فاهم يعني ايه مسيره ويعني ايه مستقبل ويعني ايه مشوار لازم اكمله فده بيتعب. فلما بيتحط مع مجموعه في وسط اللاعبين تمام بيتعبهم. انت لاعب كوره فجاي معاك نموذج مش في دماغه ولا هو عايز يروح ويجي النادي فهيتعبنا. تمام. فالحمد لله احنا بنقدر نساعد اولادنا على قد ما نقدر ان احنا نوصلهم على اول ايه على اول الطريق. طبعا اللاعب الكوره مش محتاج رشوه في الملعب. صح. لاعب الكوره هو رجله هي اللي هتخليه في كل حاجه. صح. رجله هيبقى والبدني بتاعه. صح ولا لا؟ في ظلم واجهك ولا حاجه في كتير الانديه زي سماسرة نوادي ظلم الوسطى؟ السماسرة دي بقى قصة كبيرة عايزين لها موضوع وحديث كبير عشان خاطر في حاجات انتوا عارفين طبعا منزلها على الصفحة بتاعتي كذا حد الحمد لله يعني. تمام. ومن ضمنهم احنا الاهلي النادي الاهلي الضبع برضه اتنصب علينا كده في كذا لاعب فالحمد لله يعني. ومكملين الحمد لله ما مشيناش حد من القطاع وانتوا معانا. وطبعا انت احد الضحايا اللي اتنصب عليهم. صح. ومين تاني؟ كتير. لا انت كتير واحد منهم. صح. فان شاء الله هنتكلم باستفاضه في الحلقات الجايه عن الموضوع الوكلاء والسماسرة اللي هم اللي بيسرقوا فلوس الناس وباسم النادي يعني ان هو باسم النادي. وجهك اي حاجه؟ ايوه وجعني ظلم. رحت اختبارات نادي كان معايا ابويا اتقابلت في الاختبارات دي وكده. فجه مدرب الحراس سال زميلي كان معايا قال له انت ابوك شغال ايه؟ قال له ظابط. فقال انت كمان ابوك شغال ايه؟ انا ايوه بس خلاص
خلاص يا عم، خلاص 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 يا عم خلاص. انا عارفه انا عارفه انا عارفه والله يا جماعه. خلي بالكم هي مش ابوك شغال، هي فعلا ماشيه كده في الانديه، ان طبعا انتوا عارفين ان في اعضاء في الانديه، فالاعضاء هي المستوليه على النادي. اه كابتن فاهمني، الاعضاء المستوليه على النادي وقرايب الاعضاء، فبيقول لك الاولويه للاعضاء. فان شاء الله بص لعيب الكوره سيبك من اي حد، انت تريد وانا اريد والله ايه يفعل ما يريد، صح؟ لو ليك نصيب في اي شيء غصب عن الدنيا كلها انت هتكمل ومعاك ربنا. انا كابتن رديت عليه قلت له انا بقى راجل بتاع خرده وورق. فهو قال جه بقى ماتش وكده، انا لقيت نفسي احسن من زميلي، فكان لقيته قال له خلاص انت تمام ولاعب التاني. فانا زعلت من جوايا. ايوه انا عايزه اتكلم والله، بس انا خايفه من وقت، انا عايزه افتح في الكلام على فكره، بس انا خايفه من وقت البرنامج. طبعا انتوا عارفين اول نموذج محمد صلاح صح، وعندكم حسين الشحات صح، عارفين كانوا بيشتغلوا ايه، ومن ضمنهم برضو مش لازم في نماذج في الكوره عندكم نجم عمرو كمان صح، او عمر كمان صح، كان برضو بيشتغل ايه، وناس كتير وامثال صح كانوا بيشتغل ايه، وباو ايه دلوقتي باو ايه. انا شخصيا بتحارب صح ولا لا، وانت تمام، انا بتحارب في المجال صح، فعامله ايه، واللي بيشتم فيا واللي بيعمل واللي يقول لك لا دي مش مذيعه ومش مقدمه برامج ومش كابتن ومش اي حاجه، هل انا بسمع لحد؟ مش دعوه بحد، انا متجهه في مجالي ومعايا ربنا، طالما انا نيتي صافيه لله خلاص ما اخافش من اي حاجه، وان شاء الله هتبقى نجم كبير. طبعا في نهايه الحلقه قبل ما اختم بس الحلقه هقول هدي بس شكري كده، عايزه اهدي الشكر والمجهود الكبير اللي هو عامله داخل قطاع الناشئين كابتن احمد فؤاد مهران مدير فني الفريق الاول ورئيس الاجهزه الفنيه بنادي الاهلي الضبعه. شكر خاص للنجم الكبير رئيس النادي النجم حسين ابو رحيله، طبعا تحياتي لك وميرسي جدا على المجهود برضو اللي انت بتعمله معانا. عايزين برضو نقول لكابتن حراس المرمى النجم حسام، كابتن حسام اسعد مدرب حراس المرمى مدرب شناوي، بقولك ميرسي برضو على المجهود اللي انت عامله. كابتن احمد البرازيلي مدير فني البراعم برضو ميرسي على المجهود اللي انت عامله، واتمنى ان قطاعنا ان شاء الله الموسم الجديد هيبقى احسن واحسن واحسن بفضل اللعيبه اللي معانا المجتهده وفضل الناس اللي بتحبنا. ان شاء الله هنبقى نمبر 1 على مستوى القطاعات، قطاع الناشئين بنادي اهلي الضبعه. نادي الاهلي الضبعه هو واحد بس ان شاء الله بقياده كابتن احمد فؤاد مهران وكابتن هاجر مهران. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، وان شاء الله انتظرونا بموسم اقوى واقوى باذن الله. طبعا في ختام الحلقه سريعا بنشكر النجم الجميل عبد الرحمن السيد شهربي بيشطوي، شكرا ليك ونورتنا داخل برنامج استوديو الحياه. نشكر النجم مصطفى قفشه، ميرسي ليك نورتنا داخل برنامج استوديو الحياه. النجم الجميل الحاوي ان شاء الله ليك مستقبل انت وبيت زمايلك، وهتفتكروا الكلمه دي بتاعتي ماشي. ان شاء الله نورتنا واسعدنا بيك، وتحياتي لكل اهل المنيا والصعيد والشرقيه والمنوفيه وكل المحافظات. النجم الجميل حارس المرمى بجد يا جماعه سابق سنه، بيلعب مع الفيرست تيم واجهزه فنيه كتيره قابلتنا اتكلمت عنه، وان شاء الله قريبا جدا جدا وعلى ايدي ان شاء الله تبقى داخل انديه الدوري الممتاز باذن الله. طبعا حلقتنا خلصت، بس قصه وحكايه نادي الاهلي الضبعه ما خلصتش، انتظرونا باقوى الحلقات الايام المقبله، مفاجآت كتير داخل برنامج استوديو الحياه. كان معكم مهاجر مهران، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.